يحتاج بيت النعاسة هو في الصور ديال البنات. قرب حتى هي في البرومو، شوفوا ليا هادي دخل حتى من اللون ديالو ولا عندنا ما بقاوش، ها هما راهم جاوا بالنسبه للناس الستيل الجديد هذا. شوفوا وتماك تحطي هكا داكشي. الناس كانوا كيسولوا على بيت النعاس بلاصه، هي جات في ماليزيا، كاينين حتى هادو ديال ماليزيا ياك ماليزيا تاكوا ديالو كيجا، ولا هذا بلو بترولي هذا. شوفوا ليا حتى هذا راه نفس الثمن، هذا حتى هو ستيل اخر. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاش كعرفتونا اليوم حنا فين؟ مادام جينا عند اميرة كلاس وكاينين العواشر وكاين العيد الا وكاينين تخفيضات. اليوم جينا ان شاء الله كنقول لكم انا محل اميرة كلاس، اسم على مسمى، فعلا كل شيء كلاس ما شاء الله. اليوم جيت البنات حيت كاين واحد البرومو كاين في بيوت النعاس، جاو جديد في الصالونات، جاو الوان جداد في الصالون اللي كنلقى اقبال تبارك الله اللي هما هادو، جاو فيهم الوان غنوريكم الجديد اللي جا. واليوم كاين كذلك تخفيضات في بيوت النعاس، كاين تخفيضات رائعه ان شاء الله اللي بغى يستافد. وهذا البرومو هذا عنده وقت قصير اللي هو من دابا، من النهار اللي غادي تحط الفيديو ان شاء الله حتى ليله العيد غيبقى هذا البرومو هذا، باش انكم تستافدوا كل عيد ولا كل مناسبه اميرة كلاس كدير لنا هذا البرومو هذا. غنعطيكم النعت، نعطيكم المحل فين كاين اللي كيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الاحد كيكونوا سادين، تيديروا التوصيل في المغرب كامل، وكذلك كيديروا حتى خارج المغرب، لكن ترونسبور على حساب على حساب الكليان، يعني كاين التوصيل حتى خارج المغرب. غنعطيكم النعت بالنسبه للناس اللي كنقول لهم قرب مسرح مولاي رشيد، يعني حيت هو راه في ديك الطواله اللي فيها المسرح. اجي نعطيكم النعت، النعت راه باين حتى في جوجل مابس، ديروا غير اميرة كلاس كيطلع لكم، كيطلع لكم اللوكاليزاسيون. ها انتم احنا هنايا، هذا هو شارع محمد بوزيان، هذا اللي راه جاي من الرومبو ديال العماله بن مسيك، يعني من الرومبو ديال العماله بن مسيك كنجيو نيشان. راه فين كاين الجامع مولاي الجامع ديال الخيريه، راه كتبان لنا القبه نزومي لكم. ها انتم البنات انا غنجبد لكم، هذا هو الجامع ديال الخيريه، راه اونفاس معاه مولاي رشيد، مسرح مولاي رشيد اونفاس معاه، كنجيو نيشان كيف ما كتشوفوا. ها انتم كنجيو نيشان، نيشان حتى كتبان لينا نيشان، هنا كاين المحل، غير تجيو غير على يديكم اليمين تردوا البال حتى كيبان لكم البانو الكبير ديال ديال اميرة كلاس. وكاين هنا واحد المؤسسه تعليميه سميتها المدرسه بنو تومرت، هذه اعداديه ياك، اعداديه بنو تومرت. هو هذا النعت، يعني حتى كما قلت لكم الناس اللي كتعرف تخدم بالجوجل مابس غير تكتب اميرة كلاس غادي يطلع لكم. ونبداو ان شاء الله على بركه الله، راه كيحلوا من العشرة كيحلوا ان شاء الله حتى الثمانية ديال 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 الليل. يلا نبداو على بركة الله وكيف العادة، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، باش نتوما إن شاء الله تذكروا تصليوا عندي وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركة الله. بأول هميزة وغادي نمشيو لأول بيت النعاس، فيها صولدا البنات وفيها ليكيداسيون. هذا البنات هذا بيت النعاس تركي، شوفوا ليا البنات بلا ماطلة وبلا المخاد بلا الكوفرليو، غير كنهضروا على بيت النعاس بوحدو. شوفوا ليا كيجي فيه ماريو اللي فيه ربعة وربعة، يعني فيه ستة ديال البيبان كبير بالمرايات، عندي هكا ناموسية بالكوافوزات هادو لاصقين فيهم كيجيو بحال هكا، مسيبان ولكن هما تيجيو على هاد الستيل هكا طالعين بحال هكا. ها انتوما ناموسية بالغونجمون، ما فيهاش لونجمون، فيها خاوي. ها انتوما وبال فينا هي الكوموندات الكبيرة، هي ها انتوما هذا كيبقى اليوم ان شاء الله. هذه بيت النعاس هذا كامل كيبقى ب 10500 درهم عوض 13800، 13800 كيبقى اليوم 10500 المده ديال العيد، يعني راه تقريبا اسبوع تقريبا، يعني من اليوم اللي غيتحط الفيديو حتى ليله العيد غتستافدوا بهذا بيت النعاس هذا في قطعه واحده. فيه العدد ولكن قليل، فيه العدد ولكن قليله باش تستافدوا. اللي الناس دابا كنعرفوا هاد الوقيته هادي الناس كياخذوا الديور ديالهم جداد، بارطماتهم جداد، العرسان كذلك اللي مقبلين كيوجدوا في بيوت النعاس ديالهم. هذه ميزه من الميزات كيف ما كتشوفوا، والعبار ديالها متر و60 غتكون هاد كاين جوج العبارات كيبقى نفس الثمن، فيها متر و60 وفيها حتى متر و80. دابا هادي اللي كنشوفوا الموديل هادي راه فيها متر و60، كتجي هنايا تدولي بالطابيسي، وداخل فيه هاد الخدمه هادي، كنهضروا على الخدمه تركيه ما شاء الله. ها انتوما شوفوا ليا بيت النعاس كيفاش كيجيو، البلاكار ديالو راه كبير. ها
هانتوما البنات البيبان فيه جوج مرايات. ها هو شو ستيل ديالو كيفاش كيجي. كوافوزة الكبيرة تا هي بالمجورة هكا، فيها هنايا هاد البلاكار ديري فيه شي حاجة في جوج ديال الطاجيرات، وعاد المرايا ديالو. يلا البنات باش تستافدو ان شاء الله، هاد بيت النعاس هذا كيبقى ب10 آلاف و 500 درهم الثمن. هذا تا هو ستيل اخر، شوفوا ليا تدولي هذا كيفاش جا. كنهضر على بيت النعاس بلا ماطلة بلا لي زور. هانتوما شوفوا البلاكار هنايا تا هو بستة ديال البيبان ما شاء الله. شوفوا داخل هنا فيه بحال هكا ستيغ ميغوار، شوفوا من هنا فين تعلقوا حوايجكم. فيه هنا كذلك، هنا بغيتو ديرو طاجيرات، بغيتو ديرو تعلقوا فيه حوايجكم، وكاين هنا كذلك. هانتوما يعني هما خلاو هكا، ولكن هما تيشوفوا اللي بغى يديروا طاجيرات ياك، يعني كل كيجيو هكا هكا التعلاق. هانتوما شوفوا ليا دي بالمرايه، شوفوا ليا الستيل ديالها كيفاش كتجي. بيت النعاس كلها ما شاء الله، هاد الخير كامل كيبقى ب10 آلاف و 500 درهم، كانت هي نفس الثمن 13800 13800. يلا اختي دابا 1 و10 آلاف ريال. الله يسخر العرض اسبوع. حتى هي فيها 1.80 و 1.60، هذه اللي مفرشه 1.60 وفيها هي 1.40. هادو اول هميزات هادو في بيوت النعاس ديال تركيا البنات. هذا تا هو نفسهم بحالهم تا هو، غير هذا عاوتاني بشكل اخر، تا هو 6 ديال البيبان ناموسيه بلا مضربه وبلا الكوفغلي البنات، وجوج ديال هادو كوفوزات صغار. ونوريكم الكبيره ديالو هانتوما كيفاش كتجي. هذا الام دي اف، هانتوما شوفوا لي الستيل ديال هذا كيفاش كيجي. وبالنسبه للماريو تا هو شوفوا لي الستيل ديالو كيفاش كيجي. شوفوا هانتوما كيجي فيه هاد بحال هكا، وهنايا مرايات شفتوا كيجي هذاك البلاكار. واقيلا هذا كي ماشي لاصق، كيتسكر بينات لاصقين. هانتوما شوفوا ليا تا هو فيه 1.40 1.60 1.60 1.80 هادو فيهم. بعد لكم باش يبان لكم تا هو كيبقى ب10 آلاف و 500 درهم. هذا تا هو كيبقى ب10 آلاف و 500 درهم البنات في البرومو ديال الاسبوع ان شاء الله، من دابا حتى ليله العيد ان شاء الله. اللي بغاتو واللي ما عندهاش حتى الوقت باش تجي غير تعيط في التليفون تقول لهم انا غادي نجي ناخذ كذا وكذا، صافي البنات باش تستافدوا. يلا بصحتكم. حتى هو نفس كيف ما وريتكم كيجيو فيه هكا هاد المجوره كبارين. شوفوا ليا ام دي اف هذا داخله فيه هاد الشيء. هذا راه ما كتخافوش منه، هذا راه بحال بلاستيك، ماشي حد تخافي منه يتصدى ولا شي حاجه. الماريو حتى هو شوفوا هذا حتى هو 10 آلاف و 500 درهم، 1.10 مليون ريال كيبقى هاد بيت النعاس كامل من غير الماطله طبعا. حتى هاد بيت النعاس حتى هو في السولدا البنات، قرب لكم باش تشوفوا. هذا شوفوا ليا هاد لا كوموندو ديالو الكبيره، كتجي فيها ثلاثه ديال المجوره. هانتوما كيجيو هكا كبارين، شوفوا من الداخل كيفاش كيجيو. كتجي فيه المرايه ديالو، هادو كيجيو شويه رجيلاتهم عاليين صغيرين، كيجيو هكا صغيرين زعما صغار هكا وكبارين حتى هما. كتجي الناموسيه حتى هي هكا رجيلاتها طالعين، كيجي بطاط الدولي ديال الطابيسي دائما بلا ماطله. هانتوما هكا طابيسي كيجي الدولي، وفيه ربعة خمسة البيبان، فيه جوج هكا، فيه هداك الباب المراية، وفيه جوج من الليل، كيجيو فيه خمسة ديال البيبان. هذا كان ب16 ألف، 13 ألف درهم لمدة أسبوع غيبقى هاد الثمن. هذا سامبل اللي كيبغي اللي كيبغي شي حاجة سامبل، وحتى في هاد اللون هذا شوية مغلوق، هاد الماغو مغلوق. دائما الام دي اف ودخل فيه الطاط دولي ديال الطابيسي. بعد ليكم العبار ديالو قلنا مترو، وفيه 1.80 فيه غير العبار ديال 1.60. بالنسبه لهنايا البلاكارات ما كناش العبار ديالهم تقريبا لي 3 موديل اللي ورينا الاولين فيهم 42، وهذا الموديل حتى هو من 42 حتى هو فيه 42، يعني الميتراج ديال البلاكارات كاملين اللي شفنا دابا 42 متر.
شفتوا هذا حتى هو في البرومو، يعني دابا تقريبا عندنا 4 ديال الموديلات اللي درنا لكم برومو العيد. ان شاء الله مازال موديلات، يلا على بركه الله. الطاق الابيض هاد بيت النعاس هذا حتى هو كذلك في الصولد، شوفوا لي هذا حتى هو كيفاش جا، هذا كله بيوت هو ام دي اف، حتى هو من بيوت النعاس اللي كيكونوا هكا رجيلاتهم طالعين. عندنا هنا طادو اللي كيجي فيه طابيسي، حتى هو 6 ديال البلاكارات ولا 6 ديال البيبان كيجيو هكا سامبل. شوفوا هكا باش كيتحلوا في طاجيرات، كيجيو هادو جوج كلهم مرايات هابطين حتى لتحت. الباب الاخر حتى هو سامبل، هذا حتى هو سامبل، عشاق الابيض في السامبل، اي نيتوش خفاف الدوغي هكا. شوفوا لي هادي الصغيره هانتوما كي كتجي هكذا جوج، والكبيره كتجي في هكا. شوفوا لي هادي المجوره اللي فيها، وكتجي المرايه على هاد الشكل، يعني كتكون مرايه الفوق مرايه هنا لتحت، وكتكون هاد البلاصه تحطوا فيها هكا شي حاجه ديالكم، وكتكون حتى هنا الفوق. شفتوا كيفاش كتجي هادي؟ نبعد لكم باش تشوفوا، ان شاء الله ها هي. حتى هو رجيلاتو هكا كيكونوا عاليين شويه، وهنايا المجوره جاو 6 ديال المجوره. شفتوا هذا حتى هو العشاق شي حاجه في الابيض سامبل، واللي كيتعشق السامبل هذا حتى هو في البرومو اليوم العيد ان شاء الله، يعني هذا الاسبوع ديال العيد غادي يبقى لكم 16500 عوض 16600 درهم، هذا 13500 عوض 16600. دائما السولد ديال الاسبوع فقط ديال العيد ان شاء الله. حتى هذا في السولد، وبزاف كانوا كيسولوا عليه اليوم اللي بغات تستافد بها هو في السولد. هذا كيجي شكل اخر، شوفوا اييه شوفوا بلاتي قبل كلشي، شوفوا الستيل ديال الناموسيه بعدا كيفاش جات. شفتوا نتوما كتجي شويه هكا خارجه مخدومه هكا طابيسي، شوفوا ليا من هنا كيفاش جات، شوفوا العرض ديالها كيفاش داير، شوفوا من هنا مطلاصي هكا مخدومه. شفتوا هادي ماشي بالغونجمون اسماء، شوفوا كتجي هكا. شوفوا تبارك الله هاد الكفوزه ديالها شحال كبيره ما شاء الله، شوفوا العبار ديالها، شوفوا المجر شحال كبير، كتكون فيها هاد الفوقاني هذا اه كيفاش كيتشر اه هكا ما باينش اه ما باينش، هذا ديري فيه الخزينه خزني فيه، وكتجي فيه حتى هو مرايه ماشي بالغونجوم هذا، لا هذا ماكاينش ولكن غارق حتى هو اه، كتدخل الناموسيه كتدخل في المطله كتدخل في الناموسيه. هانتوما هذا الماريو كيمشي كوليس وعريض حتى هو في 42، لا هذا في 65، 65 اييه على شكل ديال الدريسينغ. شوفوا في تيغوا بحال شكل الدريسينغ هذا، وهاد الجهه الاخرى فيها باب كيتحل كيتحل، بغاو يدير فيه هنايا شو ستيل ديالو كيفاش كيجي. هذا زايد في العبار على اللي شفنا الاولين، وهنا كتجي كلها مرايه، شفتوا كلها هنايا هكا مرايه. وهذا شحال كيبقى اسماء؟ هذا كان ديال 23500، دابا كيبقى 18500، 18500 عوض 23500، هذا دابا كيبقى ب 13000، كيبقى ب 18500 18500 كيبقى. وبالنسبه للمطله الناموسيه شحال فيها؟ هذا هو فيه العبارات بجوج، فيه 160 على جوج وفيه 180 على جوج، وتبارك الله هذوك الكفوزات راهم كبارين هذوك خاصهم وفين هي الكبيره هذه؟ اه تبارك الله فن هذه ليا كوموندا كبيره ما شاء الله كي جات. ها انتم فيها هاد الجهه هكا بالمرايه طويله، وفيها هاد المجر هذا هكا، ها انتم شوفوا ليا وفيه هنا جوج المجوره، وفي هذا المجر هذا هنا، وعاد هنايا كاينه عاوتاني مرايه اخرى. شوفوا كاينه مرايه وفا المرايه ديالو كتمشي معاه اه، شوف تبارك الله هذا خصو شي بيت كبير، وعاد المرايه هكا طويله يعني على الطول ديالك، هذا الصراحه كبير 18000
18500 و500 درهم. هذا 18500. تبارك الله كبير. هذا شي بيت نيت يكون كبير يجي فيه غزال. وهذه كيف العاده راه ما كتبانش كاع بانها هكا مجر. شوف والمرايه شو هذا صالون حتى هو فيه واحد التخفيض وفيه الالوان. صالون شوفوا لي هادو توما تركيا شوفوا لي الستيل ديالو كيفاش كيجي الكرسي هكا داير. شوفوا الخدمه ما نحتاجش نشكر لكم السلعه والخدمه. الرجيلات كيجيو هكا طالعين. الكنابي الوسطاني بالمخدات هذا فيه ثوب بحال شكل مبرة اللي كنظن مبرة هذه يمكن. شفتوا هذا كان الثمن ديالو. هذا كاين دار 11800 حاليا ديري لي بروموس 9500 درهم. كان 11800 دابا كيبقى ب 9500. في هذا اللون هذا اللي كتشوفوا فيه هاد الموف فيه ثلاثه الالوان. فيه الموف فيه البورتو ان شاء الله نوريهم اللوينات. بالنسبه للمقاسات دابا هذاك الصغير شنو فيه العبار؟ 80 والكبير كبير فيه متر و80. متر و80 بالنسبه للعرض ديالهم تقريبا غتكون واحد 70 سنتيم في العرض ديالهم. هذا اللون اللون شوف لكم اللوينات الاخرى. هي الكري ديالو كيجا غزال حتى هو. هانتوما هذا الكري ديالو لكن هذا الموف هذا بوحدو عاوتاني. هذا الفيولي هذا ولا هذا عاوتاني لونه واعر. شوفوا ما شاء الله. نذكرهم بالثمن في البرومو 9500 عوض 11800 ما شاء الله. شتو حتى هاد اللون جا غزال رائع. بيوت النعاس كاينين حتى هادو ديال ماليزيا ياك ماليزيا هادو تبارك الله في الفيديو اللي فات كانوا عجبوا بزاف ديال المتابعين. هادو الصراحه كيجيو هماويين. شوفوا لي تبارك الله الماريو كيفاش كيجي الناموسيه. شوفوا تبارك الله داير بحال شي تحفه. شوفوا هنا بالكرسي ديالو مجوره. شوفوا النقش كيفاش كيجي. هذا المراية كبيرة ما شاء الله. شو تبارك الله كاينين هادو تا هما. شوفوا انيق هذا غزال. شوفوا المجورة بلاكارات هنا. وراه كوليس لا كوليس. شوفوا باب على باب يعني بغيتي تغطي المراية كتغطيها. بغيتي تخلي المراية هكا كتخليه. شو معليش. بغيتي تغطي المرايه بغيتي تخليه. تبارك الله هذا غزال هذا وفي المقاسات حتى هو في متر و60. في متر و60 كاين هذا شوفوا وكاين نفسه في زواقه اخرى. هادو تواصلوا معهم يقول لكم الثمن ان شاء الله. هذا بيبان هذا كله بيبان. هذا عاوتاني هذا كبير على هذا نفسه ثلاثه ديال البيبان. شوفوا نفسه وكاين عاوتاني هادو حتى هما ديال تركيا. شوفوا الستيل ديالهم هادو كيفاش جاوا. كاين هذا هذا كيكون فيه داك اللاد في شعليه كيفاش كيجي صراحه. هادشي يعني شي حاجه بانت ليكم غير تواصلوا معاهم غيعاودوا يديروا معكم ابي الفيديو ويوريوكم العبارات كذلك. شوفوا هنا المرايا شوفوا شوفوا هنا عاوتاني كتجي في هذا المرايا دايره شوف الشكل ديالها. وكاين باقي واحد بيت النعاس اخر هنا وكاينين. شوفوا هذا حتى هو بالله. شوفوا الستيل ديالو. شوفوا التدولي كيفاش داير مخدوم بهذا الثوب دابا جديد هذا البوكلات هذا والبيج شي زوين. شوفوا بغيت غير نوريكم. يقولوا لي لطيف علاش ما وريتيناش هذاك. جيت مصوره نصور كلشي. شفتوا هذا هنا كيكون شوف هذا كيفاش كيجي من هنا يستيل. وتماك تحطي هكا داكشي لي بارفان ديالك سيكانك بحال شكل دريسينغ. هذا حتى هو بحال شكل دريسينغ.
هنا كيكون ليد غيكون ليد غيكون شكله زوين. هنايا حتى هو المرايا، والمرايا هنا شوفوا كاينين المجوره بحال سي الدريسينغ هذا كبير، وفيه حتى العلبه اللي هذا دير بحال بلاكارت الحيط. أيه. هذا فيه حتى العلو شوفوا عالي، وهذا السيستم باش كيتسد شتو يعني كيتسد بوحدو ما شاء الله. هذا من الجديد غزال تبارك الله. كاين صالونات حتى هما شوفوا. نقولوا الثمن بالنسبه للصالون ان شاء الله كاينين دي برومو، ان شاء الله ما غاديش نقول ان شاء الله. مرحبا، نوريكم دابا شنو كاين ان شاء الله حتى تجيو ان شاء الله، ولا حتى نكون عاوتاني التصوير خاص ليهم وغيكون الثمن. هذا ديالها لا كوموند ديال هادي تحل يعني غير كتوركي كيتحل ماشي تجبدي. ستيل جديد، ستيل جديد هنا، والميغوار كتكون هكا طويله شتو. هذا راه ديال حتى هو ماليزي شوف، هذا حتى هو ماليزي البنات شوف. سامبل اللي كتعشق شي حاجه سامبل، شوفوا البلاكارات ديالو كيفاش كيجيو هانتوما ان شاء الله. شوفوا هذا كيجي بالكرسي ديالو الكوموندا الكبيره، وهذوك الصغار. يلا نشوفوا الصالونات ان شاء الله. هذا الجديد اللي جا هكا في صالون مونجي البنات، هذه راه كتزاد يعني كتاخذ 6 ديال الكراسة وكتزاد في العبار، يعني اللي كيتزادوا كيتنقصوا. نوريهم كيفاش اسماء هادو. يلا جاو اللي كتكون الوسط هنا رخاميه، وهنا هكا الام دي اف شفتوا. هانتوما ساهله في يعني انا جريتها غير بيد وحده، انا جريتها غير بيد وحده. ها هي الكراسه كيجيو كلهم هكا تابيسي، رجيلات ديال الام دي اف ميتال، هذا ميتال كيبان بحال العود. فيها الالوان، هذا فيها غير الكري، جا فيها غير الكري. ملي كتحل العبار اللي كيكون فيها شنو هو هذه فيها تقريبا مترو 30 الى 80، ملي كتزاد تكون واحد مترو 60، مترو 60 فيها مترو 30، ملي كتزاد كتكون فيها مترو 60 تقريبا. شحال الثمن ديالها؟ بروموسيون 6300 درهم كتبقى هذه بسته ديال الكراسه، هذه كتبقى ب 6300 درهم. حتى هذه حتى هي في البرومو شوفوا ليا، هذه كتجي الطبله هكا رخاميه شفتوا، ومن هنا شوفوا ليا كتكون دايزه بحال هذا السكاي هذا اللي مخدوم في الكرسي كامل، لا من هنا ولا من هنايا شوفوا. رجيلات كذلك، هذه كيكون فيها لون بين الماغون بين البيج، حتى هي 6 ديال الكراسه. هذه كتكون هكا ما كتزاد ما كتنقص، وكتكون دايره هكا اوفال. شو الدوره ديالها كيفاش كتكون؟ العبار ديالها اسماء هذه فيها مترو 60 على 90، مترو 60 على 90. شحال كيبقى الثمن ديالها في البخوم؟ 8900 درهم. هذه ولكن عاوتاني هذه كلها سكاي هكا في الكراسه ديالها، شفتوا كيفاش كتجي كلها سكاي هكا مطلاسي، وفيها حتى هي غير هذا اللون فيها غير الماء. هانتوما جاو هاد لي كونسول كانوا في رمضان ما بقاوش، ها هما راهم جاو. بالنسبه للناس اللي كانوا بغاوهم ما بقاوش، ها هما راه جاو. اللي بغات فيها بروموليون شنو هو؟ 6500. هذا كيبقى 8000 درهم، كيبقى ب 6500. هذا شوفوا ليا هانتوما البنات كيفاش كيجي، هذا هو كيبقى ب 6500. هاو البنات شفتوا كيفاش كيجي. هادو راه كانوا في رمضان ما بقاوش، كنت غير صورتهم هكا وتبارك الله كانوا يعجبوا الناس. دابا جا فيهم غير هذا، جا فيهم الموديل كاين هذا. نوريكم الموديل الاخر مادام جا الثاني اللي جا واعر البنات. هذا عرفتوا فشي دخله الباب شي كولوار هكا ما شاء الله واعر. هذاك جات المرايه ديالو مربعه طويله، وهذا جات دايره شفتوا. وشوفوا من هنا كيفاش جا كله. هذا مرايه 6500 عوض 8000 درهم. هاو شتو شحال تيكون فيه هذا في العبار؟ مترو 20 شتو. هادو راه جاو جوج ديال الموديلات، هذا وهذا. خلاص راه المرايات راهم كاينين، بحال هذيك اللي اونفاس معايا، بحال هذيك اللي لهي، بحال هذيك اللي في الجهه الاخرى، هادو حتى هما كاينين كيكونوا في الصالونات.
كاينين حتى هادو هاد لي طابل ديال هاد لي طابل التالي تا هما راهم كاينين، ما كانوش راهم جاو. هادو كاين حتى في هاد اللي بغاه في الابيض هكا، هادوك شفناهم في البرونز، وهذا في هذه تاهي فضيه. هذه 4800 بنت ليا صغيره عليهم. لا هذه 4800 درهم. وكاين هذا تا هو هذا كونسول عاوتاني بهاد الاستيلاك ديال العود وبالمرايه، هذا تا هو هذا ما فيش برومو. شوفوا هكا بالمجوره هنا كتكون هذه رخاميه، هذا تا هو فشي دخله ما شاء الله غادي يجي غزال. شوفوا ليا تبارك الله. وعاد جاو هاد الالوان، هاد اللون راه ما كانش في الصالون اللي كنا صورنا في رمضان. هاد اللون يلاه جا هاد في واحد الماغون زوين، شفتوا كيجيو فيه تا هو جوج ديال الكراسه هكا، كيجي كله كابيتوني، المخدات كيجي هذا اينوكس، الرجيلات ديالو اينوكس. ومن هنا هذا راه ما تخافوش منه، داك كيكون بحال البلاستيك هذا، ما فيها بس نذكركم بالالوان. حتى هذاك التخكوا ما كانش، حتى هو حتى هذاك ما كانش، هو موديل جديد. انا نوريكم التخكوا ونرجع لكم لهذا الجديد. شوفوا التخكوا ديالو كي جا، ولهذا بلو بيترولي هذا. شوفوا كي جا ما شاء الله. حتى هادو حتى هما جاو زوينين، هادو اللي كيتحطوا هكا في الجنب منين ما درت كنلقى فيه مرايه. انا غنقرب هكا ونوريكم. شفتوا هذا هكا فيترينات اللي كيتحطوا هكا في شي كوان عندكم في شي صالون ولا في شي دخله. هادو كانوا كيسولوا لهم الناس. دابا نوريكم الشكل ديالو، حتى ملي كتكون عندك شي قنيته ما كتعرفي ما ديري فيها غديري فيها. شوفوا هكا يعني داير مرايات هانت، وفيها هكا لتحت بالنسبه لهنا راه فيه هانتوما البنات راه فيه الطاجيرات. والو لا بارتي الفوقانيه راه مسيباري على التكبيره، بغات مثلا يحطوا حتى وحده بوحدها، كل وحده بوحدها. هادي بوحده والتحتانيه بوحده. شفتوا هادي حتى هي راه جات في الابيض هكا، شي كوان كيكون محمقك ما عرفتي ما ديري فيه، ها هي الفكره. شفتوا جا فيها غير البيض، جا فيها غير الابيض. حتى هاد اللون زوين في هاد الكنابي هذا. خلاص هاد اللون هذا تبارك الله راه عجب بزاف ديال الناس. وهذا جديد حتى هو، كيجي كله كابيتوني من الظهر كامل، هذا كابيتوني كله. شوفوا كله كابيتوني من هنايا حتى في الجلسه ديالو. شو الجلسه كيفاش دايره بحال مايله هكا، يعني كتاخذ لك الظهر ديالك. في ثلاثه، في جوج ديال الكنابيات وفي جوج ديال الكراسه حتى هما. والرجيلات ديالو كيجيو هكا بالإينوكس وعاليين. شوف هادو العبارات اللي كيكونوا فيهم، هادو تيكونوا فيهم 42. وجبتو حتى هاد لي شاغيو هادو، حتى هما ما كانوش راهم جاو ياك، هادو تما يلاه جاو. شحال كيبقاو؟ 1500 درهم. هذا 1500 كنهضروا على الاينوكس ماشي على الحديد. وعلى الجاج اللي كنقولوا طايب يعني ما كتخافوش منه، هادو تا هما راهم جاو 1500 درهم. جا فيهم غير الذهبي، كاين فيهم غير الدوغي، الدوغي هذا السيل هذا في الكاري. اييه هذا كاري، هادو ما كانوش، هاد لي شاريو هادو. شوفوا ها هما. وكاين واحد الشكل اخر شفتو، كاين حتى هاد الكنابي تبارك الله كان عليه اقبال حيت زوين الشكل ديالو حتى هو. غنوريكم هاد الشاريو هذا، شوفوا كي جا حتى هو كله يلاه دخل، حتى من اللون ديالو واللمعه ديالو كيبان شي حاجه زوينه، يعني شي جوده زوينه. شفتو هادو حتى هما راهم دخلوا 1500 برومو دابا. هكا راه البنات غنقول لكم الثمن ديالو حيت عجبني، وكيما ندور معاه كيبينني، هذا باغي يبينني لكم. هاد البلاكه راه البنات غيبقى ب 6000. شحال الاسماء؟ 6800 درهم غيبقى هاد البلاكه راه البنات، 6800 درهم. ولكن راه واعر، عرفتوا عجبني غزال ما شاء الله، الستيل ديالو كذلك. شفتوا الستيل ديالو انيق. انا قلت لكم الثمن. هاد البلاكارات هادو اللي كيستعملوهم الناس بزاف د الحوايج، كاين اللي كيدير فيهم صبابط، كاين اللي كيدير فيهم كتوبه، كاين اللي كيحطهم هكا بحال هكا بحال بيفي هكا، تحطي فيه المعنه تحت الطبله ديال طاولات الاكل. هادو تا هما راه فيهم برومو اليوم، بحال هذا فيه ثلاثه ديال البيبان وفيه ثلاثه ديال المجوره. من هنا كيكون هكا بحال هادي جاجه، زاجه هكا على ستيل رخامي. العبار ديال غيكون متر 40 لا كنظن، متر 20. شحال الثمن ديالو؟ هادو دايرين ليه بروموسيون 1900. فيه هذا، واش كلهم ثمن واحد ولا كل واحد؟ 1900 فيه هذا، كاين هذا 1900 درهم. حتى اللي بغات المرايات بوحدهم راه كاينين، شفتوا
اللي بغات بحال ما كتاخذ هاد البلاكارات تاخذ ليهم مرايه راه ممكن. كاين هاد الموديل، كاين نجي عندك سم هذا بحال هذا، كاين هذا شوفوا هذا كيجي هكا بهاد الدي هكا ورجيلات طالعين، هذا 1900 تادوك معاهم شوفوهم شوفوهم هادو كينفعوا في كل شيء، في صبابط اللي مثلا كيكون عندك واحد هذا سامبل كله كيتحل من هنا، هادو ديال تركيا وهنا هذا بالنوار تاب الكحل جا زوين هذا شوفوا كيجيو زوينين، هذاك الشيء اللي كيكونوا عندك بعد المويعنات غاليين كتحطيهم ديما تما يكونوا قرابين للطبله. جا زوين هذا 1900 هانتوما اللي بغاهم في النوار واللي بغاه في البيض سامبل واللي بغاه في هكا شوفوا هذا عاوتاني كي جا، هذا الدجاجه ديالو هنايا رخامي هادو كلهم كنظن متر وعشرين هاد الكري هذا شوفوا هذا حتى هو ثلاثه البيبان، كاين هذا شوفوا حتى هذا زوين حتى هذا الشكل ديالو زوين علاش لطفه ما كتحليش لينا، ها نتوما فيه ثلاثه اربعه ديال اللي بغا يميلهم هذاك الشيء قلت لك هما راه بزاف استعمالات ماشي غير صباط، يعني ديري صباب وديري كتوبه ديري موعنات كاين اللي كيديرهم حتى في بيوت النعاس كيدير فيهم الحوايج كيدير فيهم بحال بحال ستيل هكا اي رونجمون بحال هادو كاع هادو اللي في المحل هما كيبقاو بنفس الثمن 1900 درهم في البرومو ديال رمضان رمضان الجاي ديال العيد الكبير ان شاء الله، يعني هذا الاسبوع اللي بقى في العيد ان شاء الله هذا الشيء اللي ذكرت لكم ليه الثمن هو اللي فيه البرومو ان شاء الله. ثاني شكل اخر هذا اللي فوق منه هذه رخامه هذه رخامه شفتوا هنا كيفاش كيجي شوفوا فيه اربعه ديال البيبان هذا واقيلا اكثر العبار ديالو هذا فيه مترو 65 هذا مترو 65 باين كبير هذا اللي كيتحل من هكا نتوما هذا في البرومو هذا في البرومو 5500 هذا خمس هذا ماشي بحال الاخرين هذا مع فيه رخامه كيبقى ب 5500 درهم حتى العبار زايد عليهم هذا هذا كيبقى ب 5500 درهم هذا يقدروا كيقدر يدير فوق منه حتى التلفازه التلفازه حيت ثقيل حيت ويجي حتى هو بحال هكا قدام شي طبله ولا شي صالامونجي هكا كيف ما قلت لكم عديد الاستعمالات كاين حتى هذا المقص الصغير هذا عبار صغير هذا حتى هو راه كاين بالنسبه اللي كتبغيو المرايات راه كاينين كاين حتى طابلو على ستيل مرايه زوين حتى هو داك الستيل كاين هذا جيو نتوما واكتشفوا جيو نتوما وشوفوا هذه الطبله هذه حتى هي شو اييه كتمشي بهذا البيفي ديالها بالمرايه نطلع ندير لكم جوله الفوق تشوفوا شنو بزاف الناس كانوا كيسولوا على بيت النعاس بلاصه ها هي جات في ماليزيا فيها بلاكار فيها لا هاد فيها غير ناموسيه وحده هادي جات هكا كانت جات حتى الطبله صغيره هادو حتى هما ما كانوش اربعه كراسي اربعه اول مره الناس اللي طلبوا هكا طبله دايره بالكراسه هادي شحال كتبقى 5800 درهم هادي 5000 والكرسي ثقيل شوب اونجيطاش عرفتي الكرسي ما تهزوش بالثقل ثقيل دونك حتى الطبله ثقيله حتى الطبله ثقيله 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 هادي بربعه د الكراسه وكاين حتى هنايا هاد الموديلات بيوت النعاس شوفوا هذا فهاد الكوفو ديال الكبيره كي جات ناموسيه هادي في البيج هذا ديالها وكذلك شوفوا هذا الستيل هذا هادو بلا بلاكارات بالنسبه هادو ما كيبغوش بلاكارات اللي كيكون ديجا عنده بلاكار في الحيط راه كاينين هادو بلا بلاكارات كاين هذا اللون في الكنابيات اللي شفنا لتحت هذا فيه غير مثلا اللي عنده غير الشكون ديال الكنابي صغير هذا شوفوا المرايات وهذا الكنابي اللي كيولي كنابي وكيرجع ناموسيه كنا ورينا في المارو تباعوا ما بقاوش هذا جا في الباش
هذا راه كنابي بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق، الناس اللي كيكون النعاس ملي كتبغي تردو النعاس كتحلو، ملي كيبغي هكا كنابي راه كيولي كنابي. اه نحلو واخا ماشي مشكل، حيت كل مره كيدخلوا عندنا متابعين جداد. ها هو كان كنابي، دابا غادي يولي ناموسيه. شوفوا ليا وجوج بلايص ياك، كاين جوج بلايص، جوج بلايص شي حتى بلاصه. ها هو جوج بلايص، وحتى اللي بغى غير يريح ماشي ينعس. ها هو كان في الباج، دابا جا في النهار. الديور ديال البحر تما كاين، اييه ديور البحر بصح، يكون جلوس ونعاس في نفس الوقت. في البروم شحال غيبقى؟ 7000 درهم. ها هو كنابي وفي نفس الوقت كيبقى ناموسيه. نتوما ان شاء الله انا واسماء ونقول لكم مرحبا بكم. نتمنى هذا السولد هذا اللي دارت لنا اميره كلاس يعجبكم. هذا الطلب ديالكم كتقول امتى غديروا البرومو، امتى غديروا لنا التخفيضات. هذا العيد هذا درناه في بيوت النعاس اكزاكتومون، حتى ديجا الناس هكا في الصيف تيجيو الناس ديال الجاليه كيبغوا لي شومبر جداد الانسان، فهمتي كيبغوا لي برومو بحال هكا باش يستافدوا منها، يستافدوا ان شاء الله وبتسهيلات بدون فوائد ان شاء الله. وشحال ما خديتي بزاف شحال ما كيكونوا تسهيلات. هادشي كله تواصلوا في الارقام، عندنا ثلاثه الارقام تواصلوا معاهم يشرحوا لكم مزيان. وحتى الناس اللي خارج كازا وبغاو يستافدوا ويشوفوا غير سكريني مثلا بحال واخا شي حاجه انا ما دويتش عليها، ولكن ضروري غتبان بحال هكا، يعني راه كلشي تبارك الله محطوط باين، غير غادي تسكريني غتقول لها اختي بغيت هادي، هي غتعاود تصور لك وتشرح لك الالوان، تقول لك الالوان اللي فيها والمقاسات، وتوصي ان شاء الله هنا في كازا على حساب المحل. برا كازا على حساب المدينه، على حساب المدينه، على حساب المدينه والتركاب. يلا البنات في امان الله، وعواشركم مبروكين وبسلامه عليكم، ومرحبا بكم عند اميره كلاس. مرحبا، عواشركم مبروكه ومرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين ديال اميره كلاس وبسلامه عليكم.